جيدة. سؤال أخير فدوى. عندي سؤالين للست شيرين. دائما الإعلام عن مشاركتك بـ The Voice مع إعلانك خبر طلاقك. يعني الكل عم لاحظ إنه عنده خجل يطرح عليك هيدا السؤال. يعني منغتنم فرصة وجودك معنا، يا ريت توضحي لنا تفاصيل أكثر إذا بتقدري. بما إنك يا مدام فدوى دايما ما بتتكلميش غير في السلبيات بس اللي تخصني، فأنا مش رح جاوب. طب جاوبي الآخرين. طيب فدوى سؤال ثاني.